بلشت ألعب كرة قدم من عمر 8 سنين، ما كان من باب الجدية. بعد سنتين من دخولي كرة القدم بلشت أحب كرة القدم أكتر، أحب أطور نفسي أكتر، وما كنت أبداً متوقع أوصل لهاي المرحلة، هاي المرحلة اللي كل حدا بيتمنى يكون فيها. المنتخب 17 طلبوني، كوتش ميتا كان يجي عنده، رن على ماما، مع أنه هي ما كانت مقتنعة بالأول، بس شافت أنه كأس العالم أنه إشي كثير كبير، وأنا حبيت أثبت نفسي قدامها. أكيد ممكن نفوز، ترابطنا مع بعض وقوتنا، وطبعاً كوتش ماهر علمنا كثير شغلات قبل كيف نلعب على الملعب كله، علمنا كيف نترابط مع بعض وكيف نكون صحبة أكتر وكيف كنا نثق ببعض أكتر، هذا الإشي اللي بخلينا نفوز.